صبحكم بالخير. يوم الخميس 16 آب أغسطس، يوم القمر بعده مرافقنا من يومين ببرج الميزان، لكن بينتقل لبرج العقرب بتمام الساعة 12 الظهر، فنهارنا اليوم مقسوم إلى قسمين. كيف رح بيكون هالنهار لكل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل يمكن عانيت كتير باليومين اللي مرقوا، واليوم الصبح رح بيضل الجو تقريبا نفس الشيء، لكن سوف يختلف، سوف يتغير للأفضل ابتداء منتصف النهار طبعا بتوقيت بيروت، رح بتصير الأجواء شوي متساهلة معك أكثر بعد الظهر والمساء. الأكثر حظا 13 و14 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، الأجواء عندك اليوم مولود برج الثور متقلبة، بدك تنتبه لأنه ابتداء منتصف النهار رح بيصير عندك ضغوط زيادة، الجو رح بيصير شوي أصعب والأجواء رح بتصير شوي معاكسة. شغلك الصعب المهم خلصه قبل 12 الظهر بتوقيت بيروت، هيدي نصيحتي لألك. الأقل حظا الأكثر تعبا هي مواليد شهر نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء من هلأ الساعة 12 الظهر فترة جميلة جدا جدا جدا، مش شوي، بتكمل معك الأجواء الحلوة، الأخبار السارة بتضل مكملة وبتوصل. شهل بأي مسألة أنت بحاجة أن تنتهي وتتم قبل 12 الظهر. بعد 12 الظهر في شغل، في ركض، في حظوظ لا بأس بها، منا سلبي، منا مسكرة بوجهك، لكن بدها شغل أكثر. الأكثر حظا مواليد 1-3 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، هالهم اللي عندك بيختفي ابتداء منتصف النهار بتوقيت بيروت، الجو بيصير رائع عند مولود برج السرطان، بتحس انك مرتاح، انك مبسوط، المشروع اللي كنت عم تشتغل فيه بهيدا النهار من الصبح بيختفي وبحل محله أفكار جديدة، تفاؤل وحماسي، فبتكمل بنهارك بطريقة أفضل وبتنهي نهارك بطريقة أفضل. الأكثر حظا هي مواليد شهر حزيران يونيو، 7 و8 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لمولود برج الأسد كمان نهارك واضح بالتغييرات الموجودة فيه، النصف الأول من هيدا النهار للساعة 12 الظهر جيد ويمكن يكون أفضل من بعد الظهر، بعد الظهر تحديدا من 12 الظهر توقيت بيروت بحس حاله مولود برج الأسد إنه في عنده مسألة كان عم يجرب يتهرب منها أو يتجاهلها ترجع بتبين بتطل، أو يمكن تكون مسألة جديدة، إذا قديم جديد أو مسألة جديدة بتبين ابتداء منتصف النهار، لكن مش بالضرورة تكون سلبية. الأكثر تعبا بعد الظهر هو مولود شهر تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء واضح إنه هيدا النهار يتطور بشكل جيد وبشكل فعال أكثر، كل ما قربنا نحو منتصف النهار، كل ما قربنا لبعد الظهر أو للمساء، رح بيلاقي حاله مولود برج العذراء إنه مبسوط، مرتاح، وعم بيلاقي نتيجة، الأجواء حلوة بجميع الأحوال، لكن انتبه من بعض الالتباسات أو حدا يفهمك غلط، تبقى المواليد يلي بعتبرها أكثر حظا من غيرها بعدها بكل هيدا الأسبوع، 25-27 آب أغسطس، 12-13 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. عند مولود برج الميزان واضح لأنه القمر ببرشك من هلأ الساعة 12 الظهر، واضح أنه الإمباكت اللي بدك إياها بتقدر تاخدها للساعة 12 الظهر. بعد الساعة 12 الظهر الجو بعده جيد، بعده حلو، لكن يمكن يكون في شخص أو برج أقوى منك، وبالتالي تتكل على الحظ معك للساعة 12 الظهر، بعدين الحظ ما بيتخلى عندك لأنه الجو العام بعده جيد وإيجابي، لكن بدك تتابع وتلاحق. الأكثر حظا 3-4 و5 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب يلي حظه كان ما كان في كتير حظ باليومين اللي مرقوا، هذا الجو بعده مكمل لليوم 12 الظهر توقيت بيروت، بعد الساعة 12 الظهر مولود برج العقرب تحتفل بوصول قمر لبرشك، وحضر حالك لتغييرات كتير حلوة، تغييرات رئيسية جذرية فينا نقول عندك بحياتك اليومية أو بشكل عام. ليه؟ لأنه ببلش مولود برج العقرب يكون يتجرأ على حسم بعض المسائل، يمكن منه لحقله الجو بيحسم لك مسائل وبيقدم لك إياها على طبق من فضة بين اليوم وبكرة.
حضر حالك. الأكثر حظا مواليد أكتوبر، لكن ضلك حذر جميع الأحوال 25-26 أكتوبر، والحظوظ أيضا بطال 87 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس شهل معك فقط لساعة 12 الظهر، بعد الساعة 12 الظهر توقيت بيروت تدخل في متاهات من الحيرة، القلق والتأخير ويمكن الالتباسات. إذا ابتداء من الساعة 12 الظهر توقيت بيروت اليوم ما في جواب لمولود برج القوس، وبتمتد هيدي القصة للسبت المساء، فيا بتتحرك هلا قبل الظهر يا بتترك الامور للاحد او الاثنين. الاكثر حظا قبل الظهر مواليد 15 و16 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي انت من الابراج يلي رح يرتاحوا اكثر ابتداء منتصف النهار، الضغط كثير كبير عليك صار له يومين ولمنتصف نهار اليوم. الاجواء بتتحسن، الناس بتفرح معك، الناس بتقدر شغلك وتعبك، وحتى من دون ما تعمل شيء رح بتلاقي انه في تفاهم معك ابتداء منتصف النهار توقيت بيروت، فهي هي الفتره الافضل لحتى تشتغل عليها، او اذا بدك بكره كمان ماشي الحال. اذا كنت من مواليد 18-19 كانون 2 يناير كون حذر جدا من السرعه ومن المشاكل والحوادث. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو في اليوم فرق كتير شاسع 180 درجه بين تاثيرات من هلا ل 12 الظهر توقيت بيروت وبقيه النهار. الافضل بالنسبه لك بالتاكيد من هلا للساعه 12 الظهر. بعد الساعه 12 تدخل في جو من التطورات يلي كانها عم تبرم ضدك. بتفكر انه كل شيء بلش يبرم ضدك. فلكيا تدخل بفتره انا بعتبرها من الاقل حظا او من الاكثر تعبا ابتداء من منتصف النهار بتوقيت بيروت وتستمر حتى السبت مساء. الاكثر تعبا هي مواليد 22-23 كانون 2 يناير 9-10 لا خليني أقول الأكثر تعبا هي 12-13 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت بانتظارك تطور إيجابي لكل الأشغال اللي عم تشتغلها، لكل التليفونات، الاتصالات، المكاتيب اللي عم تبعتها. الأجواء تتطور لصالحك ابتداء منتصف النهار بتوقيت بيروت، فحضر حالك. وبعتبر أنه كل مواليد برج الحوت اليوم رح بيلاقوا نتيجة ورح بيحسوا أنه هن مبسوطين أكثر ومتفائلين أكثر بهيدا النهار. بشكل خاص الأكثر حظا مواليد شباط فبراير 5-6 أدار مارس. بنتقل لمولود اليوم. بانتظار مولود اليوم اهتمامات كتير كبيرة العلاقة بالبيت بعقار يمكن بارتباط بمسألة شخصية، كان بزواج أو يمكن احتفالات بولادة طفل عندكم بالبيت، أو بتغيير مكان سكن مثلا، أو بتقديم أوراق هجرة. في تطورات مهمة بهيدي السنة اشتغلوا عليها وتابعوها. آب أغسطس ديسمبر نيسان أبريل هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.